لا تقدم يذكر في ملف فتح الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز، هكذا تقول المعلومات الواردة من العاصمة الأردنية عمان، حيث انعقدت هناك الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي الحكومة وميليشيات الحوثي برعاية أممية من أجل فتح الطرق الرئيسية في تعز ومحافظات أخرى. راوح الملف مكانه وانتهى اليوم الأول من جولة التفاوض دون الوصول إلى اتفاق يقضي بفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على 5 ملايين يمني في مدينة تعز. بحسب صحيفة الشارع، استمر تعنت الميليشيات الحوثية والمراوغة في فتح الطرقات ورفضت كافة المقترحات، بما في ذلك مقترح طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ. ينص المقترح الأممي على فتح طريق الحوبان سفتل المدينة، وطريق 60 عصيفر المدينة، وطريق 50 مصنع السمن والصابون وصولا إلى المدينة، وهو مقترح وافق عليه الوفد الحكومي على أن تفتح هذه الطرق بشكل متزامن، بينما قال وفد الميليشيات الحوثية إنه ليس لديه القدرة على اتخاذ القرار والموافقة عليه. بحسب الصحيفة ذاتها، قرر الوفد الحكومي المفاوض مغادرة عمان غدا الثلاثاء بعد اختتام جولة التفاوض، إلى حين يأتي رد الميليشيات الحوثية على المقترح الأممي الذي تعهد الوسيط الدولي بحمله إلى قادة الميليشيات الانقلابية في صنعاء. لكن المؤشرات لا توحي بموافقة هذه القيادات، إذ لوحت بإعلان مبادرة من طرف واحد لفتح طريق فرعي إلى مدينة تعز في مسعى للتهرب والتحايل على الضغوط الدولية المطالبة بتنفيذ الهدنة بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها. محافظ تعز نبيل شمسان قال إن الميليشيات الحوثية باتت مكشوفة ولا يمكنها الالتفاف ومغالطة الرأي العام العالمي المطالب بفك الحصار وفتح الطرقات الرئيسية دون شروط، مضيفا أن التصرفات الاستباقية للتحايل وحرف مسار المفاوضات من قبل الميليشيات الحوثية لا تعنيه، والتحايل هذا بدأ قبيل انطلاق جولة المفاوضات بفك طريق فرعي وعر شمالي المدينة ومحاولة فرضه كأمر واقع، لكنه لم يتم حتى اللحظة.